لا يا معلم، جنس النسوان صعب، يعني من الصبح ما خليت طريقة أو شكل أو أي قصة ما عملتها، وهالقد هالقد ما في تطور، ما في تطور أبدا. يا معلم ما بيصير هن ما بدينوا، بالعكس بتزيد العيار وبتتركك وبتروح. بعدين قصة الروحة صارت من عادات عيلتنا يا أخي. أي صح، فقدت الذاكرة هي بقيت وبعتتني لي. تمام أخي، لكن خلينا نفكر كيف بدنا نبعتك على البيت. لازم نشغل هاي البطيخة اللي بين كتافنا. منشغلة بس أنا عملت كل شي يا معلم وجربت كل شي. خلينا نشغل البطيخة. أنا ما عم يشتغل معي. تمام. شو؟ تمام. شو صار؟ إسراء شو ما بتتحمل؟ شو؟ مرضي ما؟ مرضي. يعني إذا بمرض رح تلفني بالحرير وينتهي الموضوع كلياته. إيه بس هلأ هيك. شو هلأ يعني؟ إسراء بتعرف إسراء ما رح تصدق تمثيلية إنك مريض ومنروح فيها، والله منروح فيها كلياتنا. إيه شبك؟ إيه كلامك صحيح. إسراء ذكية. آه غبار الطبشور. شو؟ غبار الطبشور يا معلم، أنا كنت بالابتدائي آكل طبشور وترتفع حرارتي توصل للسماء. وبتفيد بشي؟ معقول ما تفيد يا معلم؟ طبعا بتفيد. الطريقة الكلاسيكية والمؤثرة يلي بجيب نتائج فورا. إيه كل شقفة مقص، يعني كيف ما بيكون في مقص بالبيت؟ دورت بكل مكان. اجيت. ايه مروان، قلي انت شو جاي تعمل بهالوقت؟ نسيان قميص الازرق، اجيت اخده. قميصك الازرق نسيانه وجاي تاخده بهالوقت هلا؟ ما لقيت حجه تانية غير هاي؟ ليش عم تقولي هيك اسراء؟ بكره عندي اجتماع ولهيك لازم البسه ضروري، وهذا قميص اللي بتفائل فيه لهيك. طيب ماشي تفضل. شكرا لك. يا الله دخيلك. ماله هون يا ترى؟ هون عشو عم تطلعي؟ مالك مصدق انه اجيت اخذ قميصي؟ ما الله يسامحك، مو هاد ولا هاد ولا هاد ولا هاد. هاد شفتي ليكو هون؟ شفتي خطي خطيتي؟ هاد قميصي اللي بتفائل فيه. خير هلا؟ مو القميص اللي بتتفائل فيه كان لونه ازرق؟ ايه. وهاد بيفائل؟ والله ابيض. وهاد بيفائل شو يعني؟ معناتها يا شاطر اذا اخذت قميصك اللي بيفائل خليني وضعك. مو مشكله، كأنه البيت بارد شوي. ما ماله بارد، حاطته 22 لأنه أطلس عم بيعرق بالليل، ولهيك أنا عم خفف الدرجة ل 22. في شي؟ يا الله شو بيعرفني، حسيته بارد وحاسس حالي تعبان شوي من الصبح لهيك. خليني شوف حرارتك. لكن امبارح ضليت عند أمي ونمت على الكنباية، يمكن مشان هيك ارتفعت حرارتي. مروان حرارتك عن جد مرتفعة اليوم، لما قلت لي تعبان أنا ما صدقتك لأنه فكرت عم بتمثل علي مشان تيجي تنام بالبيت، وإنك عم تسمعني إنك مرضت بسببي. تمام، أنت روح نام بالصالون على الكنباية وأنا رح أحضر لك شوية شوربة على السريع، ورح كتر لك فلفل أسود، وكمان رح أجيب لك خافض حرارة مشان تاخده. وكمان شو اسمه، فيكي تجيبي مندرين لو سمحتي؟ بدك مندرين؟ إيه بفيدني وأنا مريض، بحب المندرين. طيب ماشي، وقطع لك بردقان معه؟ مندرين. بس مندرين؟ إيه مندرين. فيتامين سي؟ ماشي تمام. فيتامين سي، يا سلام ليك على هالطباشير. شو بيعمل لك؟ أنا مدير، شو بدي بالطباشير؟
طالعة كتير طيبة الشوربة. صحة وهنا مروان. ايديك كتير طالعة طيبة. طمني كيف صرت أحسن؟ يعني صرت أحسن بشوي، بس ما في مثل بيت الواحد، البيت غير شكل الأسرة، غير شكل. تفضل هاي مندرين. أشري لي هاي إذا ما في سألة. هلأ أنا بتعرفي كل جسمي عم يوجعني، يعني كل عضلاتي، والبني آدم لما يكون كل جسمه عضلات. مزبوط معك حق، صعب كتير. عن جد شي صعب كتير كتير. يعني على سيرة البيت، بيتنا كتير حلو، حلو كتير عن جد، وطبعا أنت كتير إلك فضل بهذا الشي. مثل بيتنا الأول، لو تعرفي كيف كان بيتنا الأول، كتير حلو ودافي كان على فكرة، لو تشوفي كان كتير حلو. مروان أنت شكلك تحسنت. لا ليش ما عم تشوفي حالتي؟ من تعبي مو عارفان شو بدي أعمل، كتير تعبان أنا. شكرا إليك، شكرا. بدي أسألك سؤال صغير. ايه تفضلي. أنا وعم دور على مقص لقيت طوق بنجمة، هذا كان له شي ذكرى عنا؟ كيف يعني؟ أنتي تذكرتي؟ شو بيعرفني؟ تذكرت هيك لقطات وبعدين راحت فورا. يعني ايه تمام، معلش بسيطة مو مهم أبدا. ايه هذا الطوق له ذكرى، أنا وياكي بيوم من الأيام رحنا على الجزر وقضينا هنيك يوم كتير حلو، كنتي عم تتمشي بالسوق وشفتي هذا الطوق وعجبك، عجبك وأنا اشتريته وحطيته ولبستك يا. وبعدين؟ وبعدين أكلنا أكل كتير طيب ونمنا ليلة هنيك، كان يوم من أحلى أيام حياتي. كنت بتمنى أني أتذكر. وأنا كمان كتير كنت بتمنى. مروان؟ إسراء حرارتك نزلت كأنه أنت تحسنت. بس أنا عم بحترق، شو بدنا نعمل؟ لا ما عم تحترق ابنه، يلا امشي تفضل. بس هلأ كنت كتير مريضة. مروان يلا امشي تحرك بقى. وهداك البيت ما بيصير، ما بحب نام هني. يا الله ما تبعتيني إسراء، ما تبعتيني. لا أما كلا بتدير بال عليك. ظالمة أنت، ظالمة أنت يلي ظالم مروان أنت. يلا طيب تمام رايح. وبلكي صار علي شيء هني، دخلت مثلا او هيك، شو بتعمل؟ ما بيصير شيء بنوب، ما شاء الله عليك مثل الفله. ايه رايح. ليكي قربت من الباب ها؟ طيب ماشي، البس برجلك واطلع لبرا. وصلت لعند بوطي ها؟ تصبح على خير مروان، خلص الله معك. ليكي رايح ها؟ شوي وبكون رحت. رحت. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.